Ahí va. هربت؟ لا لا هربت لا. ليه؟ لا ما هربتش ليه؟ مفيش حاجة يا عم، براء براء. طيب حصل خير، هو كان ايه اللي حصل بقى؟ لما قبض على الراجل تاجر المخدرات في الجمرك وهما بيفتشوا الكونتينر بتاعه جنب الكونتينر بتاعي، قام خد كيس البودرة رماه في الكونتينر عندي وادانا انا في داهية الله يحرقه. طب الحال المهم الحمد لله الحمد لله. المهم قول لي انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هطلع بقى خد لي بقى دش احسن، جبتتي اتهرت من البراغيث اللي كانت معايا في الحجز، ادي لنفسي دش جاز. هتنتحر ليه كده؟ هنتحر ايه يا استاذ نبيل؟ هنتحر ايه ده؟ عشان البراغيث اللي كانت عايشه معايا جوه الحجز دي. الله، انت خدت براغيث ربيتها جوه الحجز؟ انت غريب جدا على فكره. ماشي ماشي، هروح بقى اخلص وهجي. طيب بس ارجوك اول ما تخلص ترجع لي طوالي عشان هنروح مشوار مع بعض مهم جدا ان شاء الله. بس هتروح فين؟ هنروح لواحد زميل ومعرفة قديمة، رئيس تحرير. هنروح له مكتبه في الجرنان اللي هو بيكتب فيه عشان يعمل معانا حوار يرد لنا كرامتنا اللي اهدرت الفترة اللي فاتت دي. يلا اشوفك على خير، مبروك البراءة، مع السلامة. طبعا، ما هو بيئة وتربية شوارع، فضل يتمسكن لحد ما يتمكن وجاي دلوقتي إلا أدبه. بيني وبينك هو زبالة فعلا، بس على فكرة ولاد البلد دول أكتر ناس يفهموا في الذوق والاحترام. الموضوع بيرجع لشخصية البني آدم نفسه أكتر من المستوى الاجتماعي. والله اعلم بالنسبه لمنصور ده الظروف اللي شكلت له شخصيته الزباله دي. بس انا بقى لو منك يا عمر كنت طردته اول ما قال الكلام ده. والله العظيم انا عايز اعمل كده، بس على فكره فرح اكتر واحده هي اللي تنضر بقله دخل جوزها، غير ان منصور يعني بقى مفيد ليا في الشغل وانا مكلفه دلوقتي بحاجات محدش يقدر يعملها غيره، فالعقل يقول ان احنا نسيبهم كده ياخدوا قرارهم بالراحه من غير ما نتدخل. عندك حق، اللي انت شايفه يا عمر اعمله.